يسعد صباحكم مشاهدي جولة الصباح عبر شاشة أورينت نيوز، وين ما كنتوا داخل سوريا وخارج سوريا أكيد بتمنى لكم يوم مشرق ومليء بالحيوية والنشاط والسلام دائما أينما كنتم. اليوم عنا بجولة الصباح فقرات منوعة عبر ساعتين من الزمن، منها الرئيس المجري يصدر تعليمات لبناء سياج على حدود بلاده مع رومانيا، أيضا المجلس المحلي في مدينة الرستن يطلق نداء استغاثة إلى الجمعيات والمنظمات الإنسانية جراء الحصار المطبق الذي تفرضه قوات النظام، المجلس المحلي لمدينة حلب يؤكد العمل على دعم الاقتصاد في حال نجاح الهدنة، وأيضا بفقر التكنولوجيا الأسبوع رح نحكي عن 5 عادات بسيطة تبقي حاسوب ويندوز سريعا، خليكن معنا. Just.
من الصوت الرائع فيروز ننتقل الآن لأحوال الطقس. تتأثر مشاهدين البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة، حيث يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، كما تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي من 4 إلى 6 درجات مئوية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ويكون البحر هادئا. تابعونا يوميا مشاهدينا لتبقوا أكيد على اطلاع بكل ما هو جديد فيما يخص أحوال الطقس. هلا خلونا نشوف سوا درجات الحرارة في المدن السورية وعدد من العواصم العربية. مشاهدينا تفاعلوا معنا عبر الهاشتاج طقس سوريا الظاهر على الشاشة وصفحة برنامجنا على الفيسبوك، وبعتوا لنا أكيد صور وأخبار الطقس من مناطقكم لنعرضها بشكل يومي خلال فقرتنا الجوية. هلا خلونا نروح نشوف بعض الصور اللي وصلت. هيك مشاهدينا بكون خلصت أخبار الطقس، ننتقل إلى أخبار المجتمع السوري. أطلق المجلس المحلي في مدينة الرستن الخاضعة لسيطرة الثوار في ريف حمص الشمالي نداء استغاثة إلى الجمعيات والمنظمات الإنسانية من أجل مساعدة الأهالي في المدينة بعد الحصار المطبق الذي تفرضه قوات النظام. جاء في بيان للمجلس المحلي في المدينة، نشر على موقع التواصل الاجتماعي أن المجلس المحلي عاجز عن تقديم مادة الخبز إلى الأهالي بسبب الحصار المطبق الذي تشهده المدينة، ما أدى إلى عدم دخول أي مواد غذائية أو مادة الطحين إلى المدينة بشكل نهائي بحسب البيان. أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه أصدر التعليمات اللازمة لبناء سياج على حدود بلاده مع رومانيا لمنع تدفق اللاجئين. أضاف أوربان خلال اجتماع دوري مع أعضاء حكومته في العاصمة بودابست أنه أمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية في إطار التدابير الأمنية المتخذة للحيلولة دون دخول اللاجئين إلى الأراضي المجرية. وشدد رئيس الوزراء المجري أن بلاده ستحمي حدودها من سلوفينيا حتى أوكرانيا، مشيرا أن تدفق اللاجئين يهدد الاستقرار الاقتصادي والثقافي والوطني والسياسي لبلاده وفق رأيه. عطلت قاضية أمريكية قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذي يحظر على مسؤولي الولاية المساعدة في توطين اللاجئين السوريين في الولاية، قائلة إن القرار ينطوي على تمييز. جاء ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس
ريفيوجي الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين أولى الدعاوى التي تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين. وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية تانيا ويلتون برات في قرارها، وهو أمر قضائي أولي، قالت: من الواضح أن سلوك الولاية ينطوي على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية. استقبل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في مطار فوميتشينو بروما نحو 100 لاجئ سوري وصلوا من بيروت في إطار ممر إنساني، أملاً أن تكون هذه المبادرة مثلاً يحتذى به، في الوقت الذي تسعى فيه عدة دول في أوروبا الوسطى والبلقان إلى إغلاق حدودها. تمنى الوزير الإيطالي التركيز على هذه المبادرة التي تقوم بها ثلاث منظمات بينها ساند إيجيبو أو إيجيو. كما أضاف جنتيلوني أنه يأمل أن يصبح هذا البرنامج رسالة قابلة للانتقال، قادرة على إنقاذ آلاف الأرواح البشرية، وأن تتبناه أيضاً دول أخرى. ونحن كمان مشاهدين ولكل اللي عم يتابعنا الآن في جولة الصباح ويستمع إلى هذه الأخبار، نتمنى دائماً التأمين الحماية للاجئين السوريين بالتأكيد، والتعامل معهم حسب مبادئ إنسانية، الابتعاد طبعاً عن التمييز وغيرها من أمور الاضطهاد وانتقاص من الحرية، يكفي الانتهاكات التي يتعرضون لها، نأمل ذلك بالتأكيد، وشكراً لكل المجهودات التي تعمل من أجل هذا الأمر. أيضاً نستكمل في أخبارنا الاجتماعية في جولة الصباح، في ظل إجراءات أمنية مشددة دمرت السلطات الفرنسية قسماً من المخيم العشوائي في كاليه شمال فرنسا، هي المرحلة الأولى نحو تفكيك كامل لهذا المخيم للمهاجرين الذي أصبح أكبر مدينة صفيح في فرنسا. ويصل إلى مخيم كاليه منذ سنوات مهاجرون غالبيتهم من سوريا وأفغانستان والسودان على أمل الانتقال إلى بريطانيا، مستفيدين خصوصا من عبور الشاحنات بين البلدين. وحسب ما أفاد ناشطون جرفتين باشرتا بتدمير أكثر من 20 منزلا عشوائيا، بالإضافة لأكواخ وخيام. وأفاد آخرون إن بعض المهاجرين عادوا إلى المخيم لاستعادة أمتعتهم، إلا أن السلطات الفرنسية منعتهم من الدخول، ما تسبب بحالة من الشغب استخدمت خلالها الشرطة الفرنسية القنابل المسيلة للدموع للأسف. هيك مشاهدينا بتكون خلصت أخبار المجتمع السوري، ننتقل الآن إلى أخبارنا الاقتصادية. أفاد رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب بيرت حجي حسن أنهم يسعون إلى تشجيع الاستثمار لدعم الاقتصاد وتخفيف حركة النزوح وتأمين فرص العمل لتشجيع النازحين على العودة خلال فترة الهدنة. أشار حجي حسن إلى أن النشاطات المدنية كثيرة، لكن لا يمكن في الوقت نفسه تحديد خطة عمل للمشاريع في ظل وقف إطلاق النار الحالي، لأن القرار تشاوري، وتابع: سيتم عقد اجتماعات في أقرب وقت ووضع خطة للعمل عليها. وخبر أيضاً: تعطلت الطائرة الأخيرة المتبقية في خدمة الشركة السورية للطيران في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في السعودية. يذكر أن عمر الطائرة قد تجاوز 17 سنة بحسب الصفحة، وسجل أول طيران لها في 7 أيلول عام 1998 وتدعى أوغاريت. أعلنت مؤسسة الطيران السورية أنه لم يتبقى من أسطولها سوى طائرة واحدة قادرة على التحليق بعد خروج الطائرة الثانية من الخدمة نتيجة حاجتها للصيانة منذ كانون الأول عام 2015. يرى مراقبون أن التراخي الحكومي بعدم دعم مؤسسة الطيران السورية كان لصالح شركة أجنحة الشام للطيران التي تمتلكها مجموعة شموط تجارية والتي ترتبط بعلاقات وطيدة مع رامي مخلوف، وقد بدأت تتعامل معها الحكومة ووسائل إعلام النظام كناقل بديل عن السورية للطيران.
شهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة الثوار في ريفي إدلب وحما، وذلك عقب سيطرة قوات النظام وميليشياته على الطريق الوحيد الذي كانت تعبر منه صهاريج المحروقات في ريف حلب الشمالي باتجاه ريف إدلب وحما في الثالث من شباط. وقال أحد تجار المحروقات في ريف إدلب خالد حمود إن سعر لتر مادة المازوت الواحد ارتفع، حيث وصل سعر برميل المازوت الواحد بسعة 220 لتر إلى ما يقارب 45 ألف ليرة سورية بعد أن كان يباع بثمن 32 ألف ليرة سورية. كما ارتفع سعر لتر الكاز أيضاً، حيث أصبح سعر اللتر الواحد قرابة 250 ليرة سورية بعد أن كان سعره حوالي 125 ليرة سورية. وكان لهذا الارتفاع انعكاسات سلبية على المواطنين في ريفي حما وإدلب، حيث أغلقت بعض من المستشفيات الحدودية والأفران والمصانع الصغيرة أبوابها، وشهدت الأسواق غلاء كبيرا في أسعار عدد من المواد الأساسية والتموينية. حتى البالي في عليا كمان أخبار اللي بيحبوا، يعني شهدت أسواق الألبسة المستعملة المعروفة في سوريا بالبالي إقبالا كبيرا عليها، وذلك لرخص ثمنها مقارنة مع نظيرتها الجديدة التي بات شراؤها، ضربا من الإسراف والبذخ في الوقت أيضاً أصبح هذا الوقت أيضاً أصبحت فيه هذه السوق ملاذ للنازحين ممن فروا من مناطقهم الساخنة بملابسهم التي يرتدونها فقط. ويذكر أيضاً أن تراجع قدرة السوريين الشرائية وعجز عدد كبير منهم على شراء ملابس جديدة بسبب ارتفاع الأسعار أدى إلى تحول شريحة كبيرة منهم إلى سوق البالي، حيث يجد المشترون هناك ما يلبي حاجتهم بأسعار معقولة وجودة عالية، فيما أفرزت الأوضاع الاقتصادية المتردية نمطاً جديداً من الأسواق، وخاصة في المناطق المحررة تعرف باسم البازارات الأسبوعية، والتي خلافاً لسوق البالي لا تجد فيها الماركات الأوروبية، إنما فائض الملابس الذي يعرضه الناس هناك مقابل قوت يومهم. تخيل. هو الغير الناس تبيع واعية، يعني نتمنى أكيد تتحسن الأوضاع وترجع سوريا أحسن من الأول، ولا منبيع واعي ولا منبيع، يعني في ناس بتقلك منبيع كل شيء، المهم يعني نعيش ونبقى في صامدين في مكاننا، ونحن مع هذا الصمود ونوجه لكم أجمل تحية. أكيد الآن مشاهدينا مع آخر أسعار صرف العملات وأسعار الذهب. هلا بدنا ننتقل لبرنامج صح النوم سوريا عبر راديو أوريان. يسعد صباحك عمر. عمر أنا معك. صباحكم عمر. سعيد. المشاهدين جولة الصباح سونيا. عم يستنوك. على كل راح بلش فورا مثل بالعادة، بنبلش ببرامج راديو أوريان لليوم الأربعاء. نشرة الأخبار بتيجيكم على الساعة 11 بعد ما يخلص صح النوم سوريا، بعدين على الساعة 11:30 عندكم إعادة أسبرين تبع مبارح، الساعة 12 إعادة ألو سوريا تبع يوم الثلاثاء، نشرة الوحدة بتيجيكم بعدها مباشرة برنامج نصي على 1:30، رادار حلقة جديدة منه على الساعة 2:00، نشرة الأخبار على الساعة 3:00، أسبرين على الساعة 3:30، على الساعة 4:00 رمانا الهوى، ومن ثم برنامج زاوية حرجي على الساعة 5:00، نشرة الأخبار على 6:00، تي تايم شو على الساعة 6:30، وأخيرا عيلة بنص الشارع. هذا كان ملخص برامجنا لراديو أورينت لليوم الأربعاء. عندي خبر أول اللي هو بيقول احذروا قلة النوم يعني قلة النوم تسبب الشراهة. هلأ بنعرف طبعا أنه النوم بتنام بكير بتفيق بكير بتشوف الصحة كيف بتصير، ولكن دراسة جديدة قالت أنه قلة النوم
مو بس بتخلي الصحة تصير سيئة، ولكن كمان بتخلي الجوع يزيد، بتزيد الشراهة كمان للأغذية وللسعرات الحرارية وكمان الأغذية الغير صحية. الدراسة اللي نشرت مجلة النوم الأمريكية بيّنت أنه كيف قلة النوم بتقوم بنفس الآلية اللي لما بيصير عند المتعاطين المخدرات، اللي بيصير عندهم في شيء بيفتح الشهية وبهجة بالأكل. من الأطعمة الغنية بالدهون، البطاطا المقلية، الدوناتس، الوجبات الجاهزة، السناك، هي الواحد تنفتح قابليته لما بيكون ماله نايم. الباحثون بجامعة شيكاغو الأمريكية قالوا أنه آثار فقدان النوم على الشهية كانت أشد وأقوى بفترة بعد الظهر وبداية المساء، وهدول الوقتين بيرتبطوا فيهم دائما بتناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية، وبتؤدي طبعا لزيادة الوزن. فالموضوع له علاقة بمواد كيميائية معقدة بتنفرز بالجسم لما بيكون في قلة نوم. فبالتالي نحن مو بس الفكرة انه قلة النوم بتأثر على فيزيولوجيا الجسم، ولكن كمان بتخلينا ننصح، والسبب انه في مواد كيميائيه بتنفرز وبتخلي البني ادم فعلا انه يكون تفتح شهيته على الشغلات السيئه، يعني يا ريت كمان على الشغلات المنيحه. على كل نحن مكملين معكم، بدي اقرا مشاركاتكم الجميله لاعزائي المشاهدين والمستمعين. إيناس صباحك سعيد، لا تخافي يا إيناس، هلا بنحكي على الراديو بعدين. أحمد من دير الزور صباحك سعيد. بشرة قنطار، مصطفى من هولندا صباحك عم يصبح علينا كلياتنا. مرام بعثت لنا صورة ابنها وعم تقول لي يا ريت تعرضوها، بكرة إن شاء الله بتنزل الصور على جولة الصباح كمان. مصطفى من هولندا. علي الصالح، وفاء معظمية الشام، صباحك سعيد يا وفاء. أم عدنان، صباحك سعيد يا أم عدنان. مروان نايف صديقنا العزيز كمان عم بيسلم وعم بيصبح على والدته، إن شاء الله تكون وصل سلامك يا مروان. كمان دلال من حلب عم تصبح علي وعلى لارا وعلى كل السوريين بكل مكان. شام كمان صباحك سعيد. خالد عز الدين، أم حسان من درعا، عبيدة من حمص، آيات من الغوطة، نشأة الشامي، عبد الكريم من دير الزور، إبراهيم من حلب صديقنا العزيز كمان، وعم يصبح على هاني مو معنا اليوم بجولة الصباح، ولكن إن شاء الله يوصل سلامك وأنا بوصل له يا. كمان نزهة من الحسكة، عبد العزيز الحمصي. على كل المشاركات كتير كبيرة، ونحن لسه معنا ساعة ونص ببرنامجنا. بتخيل الكنترول جاهزين مشان يعرضوا الصور، مجموعة الصور اللي مجهزينهم، نحن منشوف الصور ومنرجع.
بتمنى كل اللي شافوا صورهم ومشاركاتهم عن جد هيك يعني بتمنى لهم صباح سعيد، واكيد لا توقفوا على بعث الفيديوهات والصور لانه نحن كثير يعني بنتشرف فيكم وبنحب يعني اول ما توصلنا الصوره عن جد واول فيديو فورا بنبعته وبنحاول ننسق مع القائمين على جولة الصباح كمان مشان نحط الفيديوهات والصور ونعرض لكم اياهم، وكل مشاركة منكم هي مشاركة ثمينة. ما حكينا عن موضوعنا لليوم، موضوعنا لليوم رح يكون عن مفهوم ثقافة العيب، اللي هو انه بجوز الاهل انت بتكون عندك بدك تدبر حالك بدك تشتغل، بجوز اهلك او قرايبك يقولوا لك انه مثلا الشغل اللي عم تشتغله ما بيليق فيك او ما بيليق بالمستوى الاجتماعي ومن هالحكي، فممكن تروع على حالك فرصة لزيادة دخلك أو حتى لما ما بيكون في دخل إنه فرصة لحتى الواحد يطلع يصير عنده دخل، ولكن ثقافة العيب ممكن تخنقنا ممكن تخلينا نضلنا قاعدين يعني نفضل البطالة على موضوع الشغل. وفي إلى شق تاني اللي هو عمل المرأة، يعني المرأة كمان بالمرأة السورية تحديدا لما كان بسبب التهجير والنزوح واللجوء كمان بسبب الـ يعني ممكن يكون زوجها شهيد فتكون هي المعيل للأسرة، فكمان ممكن تتحاصر بموضوع ثقافة العيب وأنه المرأة ما لازم تشتغل أو ما لازم تشتغل بمهن معينة، وشفنا كتير نساء سوريات ترفع لهم القبعة يعني اشتغلوا بمجالات أبدا ما كان مسبوقة اللي هي مثلا بدهان بتصليح السيارات بقيادة السيارات أو المواصلات العامة ونجحوا وأبدعوا فيهم، ولكن الناس ممكن تنظر لهذا الموضوع انه هذا مو مكان المرأة وهذا عيب، ولكن هي معيل وهي عم تأمن دخل لأسرتها بعمل خلينا نقول عمل شريف بالنهاية. فهذا اللي رح نناقشه، هل انت مع او ضد؟ هل بتأثر عليك ثقافة العيب وكيف ممكن نعالج الموضوع؟ هذا كله رح نناقشه بالساعة الثانية. هلأ المفروض ان احنا رحنا على جولة الصباح الاستوديو لسه. طيب نحن عنا مشاركات طبعا كثيرة، إذا نشوف هلأ نحن نزلت لتحت لسه في شغلات عم تجيني، في ناس عم يسألوا عن لارا بكرة بتكون معنا إن شاء الله. عبدو الحمصي بعت لي صور وعم بيقول لي لو سمحت إنه نعرضها، تكرم عيونك أكيد رح أعرضها بكرة بإذن الله. في عنا كمان محمد سباعي عم بيقول تحياتي لكادر أوريانت بشكل كامل صوت الحقيقة، الله يسعد صباحكم ويجعل هاليوم مليء بالخيرات لكل السوريين بصبح علينا. محمد سباعي شكرا لك. كمان عنا أم أحمد كبست على المسج عم طلع في مسج تاني وفي حدا عم بيتصل علينا، نحن ما رح نقدر ناخد اتصالات على الهواء. أحمد من حلب صباحك سعيد يا أحمد، كنت بدي أقرأ لأم أحمد. أم أحمد بعت لنا كمان صور اللي ولا لارا، شكرا فاجأتيني على فكرة يا أم أحمد، شكرا على وقتك يعني وتحياتنا إليك، بس ما فينا يعني خلص أوكي شكرا إليك. أبو الجود صباح الورد عم بيقلنا صباحك فل وشكرا على الوردات اللي بعت لنا إياهن، و عم بيقلنا كمان عرض صور. نحن بدنا صور شخصية يعني صور إلكم صور لحياتكم، ما بنقدر نعرض صور إنه ورد أو يعني شغلات جاهزة من الإنترنت، فبدنا صور إلكم وتكرم عيونكم. أول ما حدا يبعث لنا فورا رح يتم الترتيب بهذا الموضوع. كمان عنا أم كنان عم تصبح علينا وعلق التاب، صباحك سعيد يا أم كنان. طبعا أم حسين كمان صباح الخير للجميع، بدكم تعذروني لأنه أنتوا بس لو بقدر جيب الكاميرا وتشوفوا كيف المسجات عم تجي بشكل خيالي يعني. أبو الجود محمد هلأ أم محمد كمان بعت لنا شكرا إليك. أحمد كمان صباحك سعيد. إيناس من حما منحبكم كتير، شكرا يا إيناس وبعت لنا فنجين قهوة اللي قولك بعتبر هلأ في لأنه فنجانين. وشو كمان حقيقة غمرتونا. أحمد من دير الزور حبيبي لا تنسى موضوعي، شو هو الموضوع؟ موضوع خلص هلأ بشوف شو الموضوع يا أحمد. على كل قديش باقي معنا؟ دقيقة
هلا خلص اوكي بنرجع لاستديو جولة الصباح. وسونيا صباحك سعيد وشكرا لكم. كل الشكر عمر على ما قد تقدمت به اكيد، ومن وجه اكيد تحياتنا لكل من يستمعون لبرنامج صح النوم سوريا. واليوم كانوا من كل بستان زهرة، يعني اليوم انا انقهرت شوي كمان وفي غيرة، يعني الاكل والتظبيط. ان شاء الله دائما الخير بعم بيوتكم جميعا وبتضلوا بخير وصحة وسلام. هلا مشاهدينا رح ننتقل لفقرتنا، فقرة الابراج. نبدأ ببرج الحمل. مهنياً يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة. عاطفياً يوم ممتاز يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك بينك وبين الحبيب على مختلف الصور. مهنياً يا برج الثور، لن تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك خوفاً من تعريض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل. عاطفياً تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقة وتنكشف أمامك كل الأقنعة فتبدو الأمور أكثر وضوحاً. ينعشك مهنياً هذا اليوم يا برج الجوزاء ويجعلك مقبلاً بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع. عاطفياً تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم محاولاً إحياءه فيكون النجاح حليفك. أما برج السرطان، مهنياً على صعيد العمل يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء، وتتحسن العلاقة بالمحيط الخارجي وبالمتنافسين. عاطفياً تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر له عن حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى آخر العمر. برج الأسد، مهنياً تمر بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلب على المستجدات. عاطفياً تتخلص من الصراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد يطرب حبيبك للكلام الجميل الذي تغدقه عليه فيتقرب منك أكثر فأكثر. وبشرى مهنية لبرج العذراء، يبشرك هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح. عاطفياً تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها، وإن كانت هذه الأخيرة لن تظهر على الساحة حالياً. يعني جميع الأبراج تقريباً معنا اليوم على صعيد العمل في تميز واضح. هلأ نحكي عن برج الميزان، وأيضاً مهنياً يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال. قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات. عاطفياً قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتماً. أما برج العقرب، مهنياً قد تتمهل لكنك لن تهمل، وخصوصاً أن الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أن يترك انعكاسات تطال الجميع. عاطفياً لن تحتاج إلى من يتوسط بينك وبين الحبيب على الرغم من المشاحنات والاصطدامات بين المواقف والآراء، فأنت من سيبادر إلى التقرب منه. ولا برج القوس اللي مضغوط من فترة حالياً بشأن العمل، مهنياً تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية. عاطفياً اعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات،
سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى. يعني مبسوطة على كل الأبراج. وصلنا لبرج الجدي. أيضاً يا برج الجدي، ستستفيد مادياً على الصعيد المهني واجتماعياً أيضاً من بعض التطورات، وتقطف ثمار التحركات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل. عاطفياً تشتاق إلى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها. برج الدلو، مهنيا قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتز شجاعتك، لكنك قادر على تخطي هذه الأمور بذكاء. عاطفيا لا تكن متعدد العلاقات، وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء. أما برج الحوت، مهنياً يحمل إليك هذا اليوم كماً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة. عاطفياً قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف. مشاهدينا نروح لفاصل وراجعين، لا تبعدوا. بس اكبر دي صير طيار، بس اكبر دي صير قاصي، انا دي صير مهندس، أنا حلمي صير طبيبة. أطفالنا تدفعهم أحلامهم، ساهموا بتحقيق هذه الأحلام، لقحوهم ضد أمراض الحصبة سريعة الانتشار. اللقاح آمن وفعال، يصلكم وفقا للمعايير الدولية. أنا من هنا ولست هناك ولست هنا. ومكملين معكم مشاهدي جولة الصباح. عمل مسرحي باسم يحكى أن، الذي يعتبر أول عرض مسرحي غنائي إيمائي في شمال لبنان لفرقة دومينو، يقتصر العرض على المشهدية الحركية البصرية والموسيقية أيضاً والغناء. على خشبة مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس اللبنانية قدمت مسرحية يحكى أن، التي أدى دورها شباب سوريون ولبنانيون وعراقيون وفلسطينيون وحدتهم مآسي الحروب. العمل المسرحي يهدف إلى ترسيخ فكرة الحرية في نفس الإنسان بالطريقة التي تؤسس لسلام دائم بعيدا عن التطرف، كما يقول مخرج المسرحية مروان حمشو. كأن عمل بيحكي عن العلاقة السببية الواضحة بين الاستبداد والحرب، والعلاقة الوطيدة بين الحرية وبين السلام. لحتى لحنا نتخلص من الحروب لازم نتخلص من كل أشكال الاستبداد، والعمل عم يحكي عن مأساة الوطن العربي ككل.
الفرقة بدأت وبحسب القائمين عليها من مبادرات فردية وإمكانيات متواضعة، حيث أطلقوا عليها اسم دومينو، والتي لم تقتصر على الأعمال المسرحية فحسب، بل في إنتاج أعمال غنائية وشعرية خاصة بالفرقة. يا شمسي يا قمري يا شمسي. حبينا نجتمع ونعمل شيء مشترك نبين نحكي فيه عن قضيتنا المشتركة، عن مشاكلنا كوطن عربي، مشاكلنا نحن كشباب عربي حصرا. من هنا طبعا اجت فكرتنا. دوري هو بالمسرحية كان طيف، بنت استشهدت بأرانب محاصرة، صارت طيف وعم بتشوف كل شيء حواليها بس هن ما عم بيشوفوها. يعني خلال تعدد جنسياتنا والبلدان قررنا نعمل هذا النوع من الفن تنوصل للعالم أن الفن بتخطى كل البلدان والحدود. جمهور متنوع جاء لحضور أول عرض يبصر النور لفرقة دومينو. هذه المسرحية أكيد هي عم تحاكي معاناة الوطن العربي بشكل عام. نتمنى أن هذه الأزمة وهذا المعاناة اللي عم يعاني منها شعبنا العربي ووطننا العربي تنتهي بأسرع وقت ممكن. أنه أنا شاب مثلهم، عنا نفس الهموم، كلياتنا هون بالوطن العربي شباب، شريحة الشباب عم تعاني من التهميش، عم تعاني من الظلم، عم تعاني من الأقصاء. الشباب عم يحفزوا الشباب العربي لأنه يرجعوا يفكروا ويرجعوا يصحوا ويرجعوا يتمنوا الحرية، يتمنوا السلام، يتمنوا ويحققون. مسرحية كتير مميزة، والرسالة اللي بدهم يوصلوها وصلت بشكل كتير واضح، وهي الحرية. ما بين خشبة المسرح والواقع يناضل شباب لنيل حريتهم، فهم لا يتحدثون عن عمل من الخيال، بل يتحدثون عن نص مسرحي عاشوه ضمن واقعهم. لبرنامج جولة الصباح، يوسف الجندي، طرابلس، لبنان. كاميرا جولة الصباح رافقت العم رجب أحد الفلاحين بريف جسر الشغور أثناء قيامه بتقليم أشجار الزيتون وتطعيم أشجار الخوخ في أرضه. أعطانا فكرة واسعة عن تاريخ التطعيم والتقليم ووقته وكيفيته وفوائده. نتابع الجولة مع زميلنا هاشم العبدالله. صباح الخير مشاهدينا ومشاهدين تلفزيون أورينت من ريف جسر الشغور. مع اقتراب قدوم فصل الربيع، الأهالي هون بريف جسر الشغور قاموا بتجهيز أراضيهم وتجهيز أشجار الزيتون وأشجار الخوخيات بشكل عام لموسم الإزهار بالاعتناء فيها من تقليم وتطعيم. اليوم راح نرافق العم رجب بأرضه ليحكي لنا أكثر عن هاي العملية ويعرفنا عليها، عملية التطعيم والتقليم ومثل ما بسموها هون بالعامية عملية التشحيل، ليعرفنا كثير عن هاي الحرفة وعن شو فوائدها وتاريخها. خلوكن معنا وتابعونا. يتم تشحيل الزيتون يفضل بالحواش، إذا بالحواش على الخفيف لأن بتجي شتوية قاسية، في صقيع، في تلج، يعني على الخفيف بده يكون الشغل. بينما بيجي بشباط لو جرت على السجرة، بس خاصة الخلف ما بينجر عليه،
السجرة مثل هيك نوعية هيك على الخفيف. سجرة كبيرة لو شجرت عليها ما بيهمها لأنه بتبلش العصارة تنمي بالسجرة. هي عملية التشحيل تفريغ عود الضارير، عود المركوب اللي ركب على أخوه أو كذا بدك تشيله، عود طرد هربان بدك تنزله يعني تشيله تقصه ما تخلي هربان شيء بالراس. يعني بدك تحاول السجرة تطلعها يعني قد ما بتستطيع مشان الشمس تدخل لقلبها والهواء يلعب حتى السمرة بتنتج مضبوط بتصير حبة. إذا بدك تتركها مثل ما هي بتطلع حبة صغيرة ما بت يعني ما بتلك رغبة فيها، بينما إذا شحلتها وجد الشمس وجد هواء تتأمل من الله إنه يجيك موسم مضبوط. وهو التشحيل أساس كل شيء خاصة سجرة الزيتون لأنه الله بارك فيها. تطعيم في منه تطعيم بالورق السمس بنسميها، وفي تطعيم نحن طعمنا لحاليا بالقلم هلا وقت وقت السمس مي بالحصاد يعني من ايار وبتبدا هديك السمس مي غاب تشتغل هلاي هلا الطعم بالقلم. قصينا من سجرة الخوخ وعنا سجرة مشمش مثلا او سجرة في عنا بالعمي بيقولوا سجرة تقروق بطعموه، في سجر فرق لوزيات يعني مالك مثلا ما بتعطيك موسم لك الطعمة رغبتك وقت الطعمة. في عدة أنواع للخوخ يعني ما فينك تعدم من الكتر الخوخية موجودين. أنت رغبتك أين طعم بدك تجيب مثلا على السجرة مش ممكن بدك الطعمة مثلا النوع اللي بدك إياه. في بتروح بتجيب من السجرة وقت الطعمة قلم بنسميه بالقلم تطعم بالقلم. نشرنا سجرة المشوي جبنا طعم من السجرة من الطعمة ونشرنا سجرة هيك مشمش شرناها جهزناها وجبنا آلة حادة شقيناها بالنص وجهزنا الأقلام وغرزناها بمحل من شق السجرة بالنص. طعمنا السجرة محل ما شقت حطيناها الأقلام وجبنا زفت زفتناها. هذا عملية الزفت من شان يقطع الهواء عن القلم اللي بنحطه لأنه إذا ما زفتناه بيموت القلم لأنه بياخذ هواء والهواء بينشف القلم. هيك حبس الهواء عن الطعم عن القلم ومنتأمل من الله إن شاء الله بناكل. هاي عملية الطعم. مشاهدينا هلأ صار الطعم جاهز بعد ما قام العم رجب بتطعيم شجرة مشمش بطعم خوخ. بنكون هيك وصلنا لنهاية جولتنا لهذا اليوم بعد ما أعطانا العم رجب فكرة واسعة عن عملية التطعيم وعملية التقليم أو التشحيل بشكل عام. انتظرونا بجولات تانية من ريف إدلب. هاشم العبدالله أورينت نيوز خاص لبرنامج جولة الصباح. من العم رجب مشاهدينا رح ننتقل إلى مكتبنا باسطنبول مع الزميلة نور حداد رح تاخذنا بجولة بالصحافة السورية. ويسعد صباحك نور. يسعد صباحك سونيا وأكيد صباح الخير لكل مشاهدي قناة أورينت. بهذا الوقت اليوم جولتنا بالصحافة السورية ومعظم الصحف عم تتحدث عن الهدنة اللي دخلت حيز التنفيذ فجر السبت 27 من الشهر الماضي شهر شباط. يوجد العديد من الاختراقات لهذه الهدنة من قبل النظام وأيضا الطيران الروسي، وسجلت بعض ربما الاختراقات للمعارضة المسلحة لكن كانت ردا على
قصف أو اشتباكات قام تعدي قام به النظام. عن الهدنة نقرأ في صحيفة عنب بلدي: دارية تلتقط أنفاسها بعد أسبوع دامي وتطالب بدخول المساعدات. كما نعلم دارية قال النظام أن الهدنة لن تشمل دارية بحجة وجود جبهة النصرة في دارية. أيضا أهالي دارية، يعني الجدير بالذكر أن دارية من المناطق التي شهدت على مدار 3 سنوات صمود لم تشهده أي مدينة ربما أخرى 3 سنوات، وهي تقصف بالبراميل المتفجرة، وسجل أهالي دارية نموذج أخلاقي وصمود يعني منقطع النظير في هذه المدينة، ورجال هذه المدينة هم الموجودون فيها سواء كان من الحراك السلمي حتى الحراك المسلح. مظاهرات عديدة اجتاحت المدن السورية بدأت من دارية، طالبت بأن لا تكون هنالك هدنة بدون وجود دارية، وتحت عنوان لا هدنة دونها مظاهرات تدعم دارية المحاصرة. هذه المظاهرات اجتاحت كما قلت العديد من المدن السورية بما فيها أيضا مدينة حلب، وكانت أهم مطالب هذه المظاهرات هو مطالبة الفصائل والمؤسسات السياسية المفوضة بعدم الانصياع للهدنة بدون دارية، وكما طالبوا الحقوقيين والإعلاميين بالتواصل مع المجلس مع الأمم المتحدة كي يوصلون رسالتهم أن دارية يجب أن تشملها الهدنة وتدخل إليها المساعدات الإنسانية. الهيئة العليا للمفاوضات تجاوبت لهذا الحراك وقدمت رسالة رسمية لمجلس الأمن مساء الجمعة، اعتبرت فيها أن أي خرق للهدنة يلغي وقف إطلاق النار في سوريا. كانت أيضا مصدر عسكري قال لوكالة فرانس بريس أن دارية غير مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، وتزامنت تصريحات المسؤول العسكري مع حملة إعلامية لقنوات النظام بأن دارية يوجد بها جبهة النصرة وهي غير مشمولة بالهدنة. من صحيفة عنب بلدي ننتقل لصحيفة سوريتنا، وهذا غلاف الصحيفة: وقف اللعب بالنار. أيضا معظم العناوين تتحدث عن الهدنة. نقرأ العناوين في صحيفة سوريتنا: اشتباكات في دمشق والنظام يلقي مناشير تدعو الأحياء المحررة إلى الاستسلام. نقرأ أيضا: المعارضة تواصل الصمود في دارية وتكبد النظام خسائر في العتاد والأرواح. جمود في جبهات القنيطرة والوضع الإنساني يزداد سوءا. اعتقالات تطال النساء في درع البلد. نقرأ أيضا: عشرات حالات الوفاة في المعظمية بسبب الحصار، بينهم 6 أطفال. معارك مستمرة في جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية. من العناوين أيضا في صحيفة سوريتنا: لقاحات ومواد غسيل كلى تدخل إلى الغوطة الشرقية. نقرأ أيضا: داعش يحاول التشبث بمناطقه في حلب والنظام يغير سير المعارك. وأخيرا من الشريط الحدودي إلى دارة عزة: تغريبة حلبية جديدة. العديد من المواضيع المتنوعة في صحيفة سوريتنا، هنالك موضوع لكن ربما نأخذه في الجولة القادمة يتحدث عن تجارة الحشيش التي اجتاحت كثير من المدن السورية وأصبح تداوله على البسطات وبالأماكن أيضا في الجامعات، وغالبا في أماكن النظام في حلب يتم تداوله بين طلاب الجامعات وطلاب المدارس وبيعه في الأماكن يعني مجاهرة دون إخفاء. ننتقل إلى صحيفة عين المدينة. عين المدينة نشرت خبرا أو ربما تقرير عن توثيق والتحكيم ورابطة المحامين الأحرار. مقر هذه الرابطة هي مدينة غازي عنتاب التركية، تدير هذه الرابطة أعمالها في عدد من المدن والبلدات السورية، إضافة إلى تقديم استشارات قانونية للتجمعات والمنظمات السورية الناشئة وللأفراد السوريين المقيمين في تركيا.
خاصة بما يتعلق بالعمل والزواج وتسجيل المواليد. كما نعلم أن السوريين عددهم أصبح كثير في تركيا وهم بحاجة لهذه المعلومات القانونية سواء في الزواج أو في العمل، وهذه الرابطة تقدم هذه الخدمات ليس فقط في تركيا، إنما اللافت أنها تقدم هذه الخدمات القانونية داخل المدن السورية وتقيم دورات تدريبية في المدن السورية في المناطق المحررة. بالتعاون مع نقابة المحامين الأحرار تقيم ورشات تدريبية، لكن الأهم في عملها هو محاولاتها لتعزيز ثقافة القانون في المناطق المحررة التي افتقدت في سنوات الثورة الأولى من خلال مشاريع وحملات عدة، كان بينها حملة وثق التي أطلقتها صيف عام 2013 بهدف توعية الناس بأهمية تسجيل وتوثيق عقودهم الخاصة بالعمل والخاصة بالعمل والولادات والوفيات لضمان حقوقهم في حال ظل غياب المؤسسات الحكومية. أيضا من ضمن المشاريع التي أطلقتها رابطة المحامين الأحرار هي بادرة مشروع التحفيل بسبب افتقاد الكثير من الأمور الحقوقية و وزارة العدل أو المحاكم التي موجودة في المدن، ابتدعوا شيء اسمه التحكيم، مشروع التحكيم، وهو يقوم أشخاص محامين سوريين مختصين يقومون بالتحكيم بين طرفين متخاصمين. من عين المدينة نختم جولتنا مع صحيفة أو موقع زمان الوصل. موقع زمان الوصل نشر خبرا وفيديو أيضا عن سوري يعثر على رضيع في كيس بين الثلوج ويتبناه. محمد الضيعي هو لاجئ في 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 مخيم عرسال بلبنان، هو من ريف القصير، كان خارج من خيمته فوجد كيسا أسودا، فتح الكيس فوجد بداخله طفل حديث الولادة. محمد وزوجته مضى على زواجهم 8 سنوات، إلا أنهم لم يرزقوا بطفل إلى الآن. وجد أن هذا الطفل كأنه هبة من الله، أخذه واعتنى به وذهب به أيضا إلى المستشفى، كان يعاني من بعض المشاكل في الدم بسبب وضعه في ساعات طويلة في البرد، فأخذ هذا الطفل وتبناه هو وزوجته، وهو سعيد جدا بهذه الهدية التي يعتبرها هدية سماوية. ربما بهذا الخبر نختم جولتنا في الصحافة السورية، نعود لعمان. كل الشكر لك نور. نور، لفت انتباهنا خبر رابطة الحقوقيين الأحرار، يعني فعلا نحن نفتقد لهذه الروابط في كثير من البلدان التي تشعر باستقرار. نحن سعيدين جدا يعني في وجود المناطق المحررة أن يكون هناك من يتابع قانونيا شؤون السوريين. نعم سونيا، يعني هون تبرز أهمية مؤسسات المجتمع المدني بهذا الوقت، يعني بعد غياب القانون والشرطة وكثير من المؤسسات الدولة في المناطق المحررة، بوادر مؤسسات المجتمع المدني دورها كثير مهم، وهي اللي بتعمل على تنظيم أمور المجتمعية الموجودة في المدن. نعم يعني المحررة. حتى من دون رابطة بنتمنى من كل اللي عم يتابعوا جولة الصباح في المناطق المحررة وغيرها انه فعلا ينتظموا معهم ويحاولوا فعلا من خلالنا انه ينتبهوا لهي الامور الحقوقية، فعلا عقود العمل وغيرها. انت يعني ليس بغياب المؤسسات الدولية انك تترك حقوقك، لانه فعلا هذا الشيء لبعدين احنا عم نأسس لدولة فيما بعد. ففعلا يا جماعة خلينا نمشي وما نترك الامور فالتة. فعلا أمور أيضا أمور التوثيق أمور جدا مهمة، يعني كثير من الأهالي يهملون أمور التوثيقية سواء المواليد أو كان عقود عمل. فهذه الرابطة تؤكد على أهمية توثيق جميع العقود بما فيها عقود الشراكة وعقود العمل. كل الشكر للزميلة نور حداد على هالجولة بالصحافة السورية، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا ننتقل الآن لموجز أخبار العاشرة من راديو أورينت والزميل هادي أحمد.
10 بتوقيت دمشق، موجز لأهم الأنباء من راديو أورينت، يقرأه عليكم هادي أحمد. المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن دي مستورا يقول أن استكمال المحادثات مرتبط بالتطورات على الأرض وأنها ستنطلق في جنيف 9 الحالي. نائب رئيس وفد التفاوض جورج صبرا في تصريحات خاصة لأوريانت نت يقول أن إمكانية استئناف المفاوضات في 9 الحالي غير واردة مع استمرار النظام والطيران الروسي بخرق هدنة وقف إطلاق النار. غارات روسية على قرى بجبلي التركمان والأكراد بريف اللاذقية وقصف على محيط مخيمات النازحين. ميليشيا سوريا الديمقراطية تسيطر على تل مطلة على طريق الكاستيلو شريان إمداد مدينة حلب الوحيد بعد عملية تسلل لمجموعة من الميليشيات من جبهة الشيخ مقصود. تنظيم الدولة يحاصر ما يقارب 50 من ميليشيا الدفاع الوطني في أحدى المناطق بالقرب من حقل التيم في ريف دير الزور. صفحات موالية للنظام تقول أنه تم توثيق 45 قتيلا بالاسم قوات النظام في ظل تضارب الأنباء حول العدد الكلي للقتلى الذين سقطوا خلال معاركها لاستعادة طريق خناصر. مقتل 4 وإصابة آخرين في قصف بقذائف الهون من قبل الميليشيات الشيعية على مناطق في المقدادية بمحافظة ديالى في العراق. هذه عودة بكم إلى برنامجي صح النوم سوريا وجولة الصباح، إلى اللقاء.